ناس راحوا. انا ما بقول احنا قاعدين نحمل المشاهد هذا انه انت اللوم عليك، لا، ابغى اقول نشحذ هممهم، نشحذ هممهم ونبداهم بانفسهم. الان التمكين يا دكتور الان اللي قاعد يتابعنا، وهذا فعلا مفهوم احيانا عند في مجلس معين، يقول لك والله فلان مثلا فلانه او فلان مسك المنصب الفلاني وعينوه ما شاء الله امر ملكي، ها، وان شاء الله باذن الله الكل باذن الله اللي عندهم طاقه وفعلا والله اللي عنده هدف يصل باذن الله. لكن نسمع كذا فيقول لك والله هذا ايه عشان والله واسطه، والله هو مكنوه، ولا انا ترى عندي وعندي 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 في وظيفه معينه عندك 50 موظف مثلا، مدير معين يتحلطمون كم واحد تحت، ترى عندي وعندي 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 وما حطني انا مدير وما حطني، وترى عندي قدرات انا. هذا المفهوم موجود، هذا صح مفهوم ولا خطا؟ طبعا انا شخصيا لا اؤمن بالواسطه. جميل. انا لا اؤمن بالواسطه، انا اؤمن انه في ناس اشتغلت على نفسها والموضوع ترى مو كله شهاده. جميل. اي يعني انا لما يجي واحد يقول موضوع واسطه اقول له تعال في عندي انا اخوات واخوان جلستهم الكوتشنج والاستشارات الساعه 12 بالليل، انت جالس مثلا في استراحه وجالس مبسوط او قاعد تقول هذه واسطه، والاخوان شغل على نفسه وذاك قاعد شغل نفسه، والدليل جلسه الساعه 12 تخلص الساعه 1. يا سلام. فاليوم ترى برضو لازم نفهم ترى الموضوع مو كله شهاده، يعني يعني معلش انا ادرس في الجامعه بس ما ودي يعني يعني ابخص حق الشهاده، لكن الموضوع فيه حاجات مهارات اللي يسمونها سوفت سكيلز، يعني المهارات السوفت سكيلز او المهارات زي العلاقات زي التواصل زي الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي بنسولف عنه ترى هو اللي يوصلك، ترى احيانا هو يعني بعد توفيق الله هي الرساله اللي بتوصلك. يعني خليني ببسط لك في عالم التوظيف لانه مهم جدا. في عالم التوظيف في دراسه، يعني انا كنت برضو من ضمن اللي تم حطوا اسمي على اني انا قيموا 1888 اتش ار ليدر حول العالم، قالوا له انتم كم تحتاجون وقت عشان تقرروا بالانترفيو. جميل. طبعا الشيء الغريب اللي احنا كلنا ما يعني استحضرت هذا الاتش ار ليدرز، تفاجؤوا ان 89% تم يعني قرار شخص بناء على اول 9 ثواني، من 7 ل 9 ثواني. فهذا الى الان هو ما شاف شهادتك، ما شاف يعني واسطتك، ما شاف هذه التفاصيل اللي قاعد نتكلم عنها، شاف كيف شخصيتك او شاف كيف ثقتك بنفسك، شاف كيف الكاريزما حقتك، بناء عليه ارتاح لك ولا ما ارتاح لك. جميل. فدائما طبعا هذه معززات دكتور ولا لا؟ المعززات مثلا اللي هو الشهاده، المؤهل، وين الخبرات برضه تكون اتوقع انه معزز، الشخصيه، اللغة، طريقة الحديث اللي هو قلت الثقة، هذا دكتور برضو ممكن الأعمال التطوعية هذه كلها برضو والله أنا إنسان اشتغلت على نفسي وما اشتغلت على نفسي، خد دورات، أخذ كذا، أخذ هذه برضو معززات، هذه كلها معززات. يعني حتى اليوم نتكلم، يعطيك العافية على الموضوع ده، مهم الأعمال التطوعية. اليوم حنا في رؤية المملكة في حلول 2030 راح يكون عندنا إن شاء الله 1,000,000 متطوع. طبعا أنا متأكد أن الرقم هذا راح يتدبل، ما في شك. ترى دكتور ما أدري شفت الحلقة مو الماضية قبل الحج مباشرة، إحنا وصلنا بالرقم، تجاوزنا الرقم اللي كان محطوط في 2027، وصلنا الآن ما شاء الله تبارك الله في الرؤية. فأنا متأكد إنه